وفي يوم من الأيام عدت أذكر الماضي إلى حي قديم كنت أسكنه ويسكنني، فلم أعرف ولم أعرف أناس قد أتوا بعدي، وغاب كل من كان في هذا الحي يذكرني. وقفت في زواياه أقلب صفحة الماضي، لعلي قد أجد ما ضاع مني اليوم يدركني. وفي صمتي عبارات، وفي عيني حكايات، وفي قلبي شجون قادها الحزن يعذبني. وزرت مسجدا كنت أصلي فيه وأدعو، ومن كان يداوم فيه قد رحل وأحزنني. ودكان أراه الآن مكسورا ومهجورا، وكم كنت اشتريت منه أشياء تسليني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مركز دار العلوم وما أنت كلن سنهين علوم ذي مركزك وأوين يا شيخنا شيخ عبد الرحمن حفظه الله، يا أرضي ذي مركزك معهدك تأهيل العلماء. وحنو بلنسنا هنا مانت إن شاء الله تعالى عن تقويم كسمينو أرضي ذا معهدك تأهيلك وعلوم تشريعية كبرين إسماشن إن شاء الله تعالى. وحنو بلنسنا هنا افتتاح بآيات من القرآن الكريم، وآخرين دون اللقمان محمد يعقوب، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا لقمان محمد يعقوب، الله بركيه أيضا القرآن الكريم كي يقولنا مغشيي. نحن كسي سعونينا عرضي جيبان قلينا إن شاء الله كتبتي أرضي ذا اللو أخريناي بل إنا كتبت أي لفيريا لقيميو ما كتبت الله أخرستو حكمي دي ما دادا صرفيقا
وحربنا أردينا خلاصية كتابك لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى بابك وقد ما يباوى المفعل والمفعل بابك دنبك مده أي فليتفضل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا سؤال شكوى الشيخ وحلو ودي باب مفعل يباو مفعل باب مفعل يباو مفعل حلقة الله مصدر كميمية يظرف كميمية مركا باب مفعل يباو مفعل حلقة الله مصدر كميمية يظرف كميمية مركا مزادير تحقق بستا ميمي يغير ميمي مركا بابكن وحلقة الله مصدر كميمية يظرف كميمية مركب مصدر كمية لتعريف كيسو كل اسم مبدوء بميم زائدة غير مفاعلة ومصدر والباء ألقوا باللوض ميم زائدة أو غير مفاعلة سيا مخرجا وكل ظرف كان وحسوس قل ظرف زمان يظرف مكان ظرف الزمان هو اسم مشتق لدلالة على وقوع الزمن الفعل فعل الزمن كو ضعيف اكتصي ظرف كمكان وعلى وقوع على مكان وقوع الفعل فعل ك مكانك أرعي كاذن مركز ظرف كميميقة إيه مصدر كميميقة فعل كإمادين إنه فعل ثلاثي كإمادين إنه فعل غير ثلاثي كإمادين مركز مصدر كميميقة إيه ظرف كميميقة إيه كإمادين فعل كثلاثي صدح أوصي غفصانا واحد ظرف كيسة إيه مصدر كيسة مفعل كويماني إيه واحد ظرف كيسة إيه مصدر كيسة مفعل كويماني يح افتح مصدرا وسواه كسر مصدر كان مفعل وكيني ظرف كنا مفعل وكيني مركه هذو ظرف كان ميمي اي مصدر ميمي هذه الحركات كيما هذان او الحركات مفعل والباء ومضارع يفعل كيماني يفعل اما يفعل كيماني يفعل كمعتلام كمطلق انا سؤالك الغادن مضارع اسم يفعل مس يفعل مس يفعل كيماني مركه ظرف كان ميمي اي ظرف اي مصدر ميمي هذه كيما الحركات او صدح هذا ظرفك يمزرك وحلوكيني مفعل بلوكيني قيبك اللوان وقيبك إيمان هايو وحكو إيمان هايان مفعل حكو إيمان هايان مارك فعلك دوية معتل الفا بالواو أو فا يسووه كبوكو ظرف كيسا يمزر كيسا وحكو إيمان هايان مفعل بكو إيمان هايان وعدا يعيد موعدا وجيلا يوجيل موجيلا مارك حضيك كل مان وفعلك النغض لفيف مفروغ أو معتل الفا بالواو النغض يا معتلان بالياء النغض وحال الغالب يلي معتلان بالياء وحلوكيني مفعل بلوكيني قيبك صدحان وقيفك الظرف وكو إيماني مفعل ومفعل وكو إيماني مصدر كان مفعل وكو إيماني وانا لح مسألة سورة الكسرة سيد ضرب يضرب مضربا يا مضربا مصدر كو حكو إيماني مفعل ظرف كيني مفعل بكو إيماني مدى لواننا ومضعف كان لازم كحنا يحن محنا يا محنا مدى صدحانا ومضاعف كمعدها الشهد كيسا حبا يحب محبا محبا مدى كلانا وفعل كمعتل العين بالياء عين تكبك يا كبك عاش يعيش معيشا يا معاشا مدى لان وفعله وصحيح الشهد كذي حسبا يحسب محسبا يا محسبا مركا فعل كمزدر كميمي يذرف كميمي اي كإمالي فعل كثلاثية صدحاس وقفسان كو كايما غير ثلاثي كايما ان فعل ثلاثي غير كايما ام رباعي كايما اين حلوكين سيدي وزن افن لوكين هي اسم مفعول او غير ثلاثيه وزن سلوكين هي او مكرم يا لوكين مركا اوزان حاجه تكشادود اوزان تانا صدح او قفسمي واحد لو وجهي كايماني يو حل وجهي كايماني يو صدح وجهي كايماني واحد لو وجهي كايماني وا 12 12 وزن او مظلمه نو هرس كو كلنا كو إيمانا يهلك وزن أو مفعل بس كو إيمانا يشاهد كان وتسديتون أوزان كو كلنا وتدو وزن جزاك الله خيرا عبد الله الله كبرك يا سيف عم بنو خلا سي خير الله سي وحكي لي أنت هاي أرض جاس باب جاس هذا وسود وهذا كهالي قفل دياري مجرو كتابك أنا لقبيني يعني لو أنا لو ما ديارين أنا ما آخرين هذا حال اسمه أركن هذا اسكو كان الرئيسة magciisa meesha ku qoran waan arbaha dambaan arkaa marka waxay ka dhigan tahay inuu kitaabka dhanba haddu sida uu wada diyaariyo uu akhriin karo dad gaarsiin karo hada baabkaas uu naqanciyay laqbadaniga waa haya oo ana og marka allah barakeeyo ardayda dhan isaa inay imaarajeenina insha allah islamaadada sayada
كتابك عن كقاضني أو لامية الأفعال إمامك ابن مالك ويسكله رحمه الله تعالى ندنا وحاربنا قف نأخذ أسي سيدي ونكر نأخذ أسيه كله فعل أمر فعل أمر كقابك مركل الأمر أيو قابك الله أمر ينتو قيب سمو يعرفنا إن شاء الله هاي تفضل بسم الله فعل أمرك مرك روت الله الله قيبيا فعل أمر مخاطب يا غير مخاطب مرك متك غير مخاطب وحوي ومتكلمك غائبك ومضارع سلام الأمر اللي حرستي سيد وصال غائبك وحوي لينفق متك متك اللي حرستي نو بحوي متكلمك وحوي ولا نحمل خضاياكم كاسنا وحكا الله علم النحو يا كالله مرك متك هذا نخسي ويصرف وكالله وحوي وأمرك مخاطبك مرك أمرك مخاطبك لا أوقف سما حوق سما قياس إشاد أيوق سما مرك قياس كهذا لا أوسي قب سما أو حوق سما أفعل غير أفعل أو أمر ما ذيجيس وكسعود على وزن أفعل يا أمر وكسعود محل جري ما ذيجيس غير أفعل مرك أمر كما ذيجيس وكسعود على وزن أفعل مرك فعل أمر لو كان الروح حوق إيمان على وزن أفعل أو قياسان أو إيمان سيد أعلم أعلم وكمان مرك فعل أمر كأفعل ما ذيجيس وكيم هذي إذا تديس وحي وأفر وصحيح الكل سيد أكرم يمعتل الفاء سيد أوجب يمعتل العين سيد أقام يمعتل اللام سيد محله جري أعضاء مركا وحلو أديك سن وحاوي وشن وحاوي ومفرد مذكر مفرد مفرد مؤنث يجمع مذكر يجمع مؤنث يمثنى شن تسألو أديك سن مركا إذا تدو أفر يوحلو أديك سن كل إسكدر محله جري أمر كما ذي سو أفعل كوما أو حكسو كوم اللواتن أو حكسو كوم مركا أمر كغير أفعل هذا أو مانه أصلا الله أوقع سماه مد محرك ثاني مسكن ثاني مد كمحرك ثاني وحلا وذا أمر كسيس هو فرع كي هاي مضارع وفرع كي هاي مركا مضارع حرف كلوات حرف أنيتا كحوه هدو حركة سنا أو ما ضماء صارنات أما فتحة أما كسرة مركا لوكين الروه فعل أمر لوكين الروه على سمين مضارع عيسى مكل الجزمي كذب عاملك الجزمي يحرف أنيتو يلقون مركا وحي صهره يا مركا إذا كون نقن فعل أمر كون نقن سيد محلي جري يقوم ولم يقوم مركا أمر سلمت إياه ذا سجوم حكومان أمر كذا قم أي كومان مركا ميت قيبت اللوات غير أفعال أوقي اسمه حي مسكن ثاني ميت محلي جري مضارع عيسي حرف أني تحرف الكحوي وسكون سيه الريبين هاي كاسة ميت محلي جري مضارع حرف كلوات وسكون سنة حال سمع سيدو كلا سجن ولا جزمين مضارع عيسي كذب عاملك جزمين أي حرف أني تي يلقون كذب وحي صبحه كلمة أخرى الرئيس حنقول مدرس الريبان كلمة الريبان ما كلهم بلان كرو هذا لو بلان كرو سيادة الحلقة مرمان إن لا إماده همزة الوصل إن لا إماده سيادة لو بلاده همزة الوصل أيضا مكي محلي جري وحي الحركة لها ولا شقل لها وحال فين قبل آخر قال فين حرف قدام حرف كهرية مرة حرف قدام بحرف كهرية ونقول كراه شن شيء ميت كمدة إني كسر أصلية صارن تهاي إني كسر عارضة صارن تهاي إني صارن ضم أصلية يضم عارضة يمحلي جري صارن تهاي فتحة مطلقة في القاضين مرة سد حاله محلين هاي همزة أيوة الله سرقي وعمرك قبل آخر كوسانية هاي كسر أسرية سيدي يرجعوا محلي جرمك اللي كين روا همزة أسو حال سماه الله سرقي ويرجع يكومان هاي لي قبل آخر كحاوي حصل كسر أسرية حال هذا اللوات محلي جري همزة وصل الله سرقي وحاوي وعمرك فتحة صارت هاي سيدي ذهب يذهب ولم يذهب مرك عمرك اللي كين روا لام تأيي هذا اللي جوه هذه ولذلك هو ريم بصوب هرم كه همزة وصل الإيمان ما دام قبل آخر فتحه وسارية همزة وصل أول هوسري وحكومان أمر كذا إذا بيكومان أول هوسري حالة استدحات محله جري همزة وصل لقى لهوسري وحوي أمر كذا سارنا تضم عارضة سيد ما شاء يمشوا يمشوا ويكومان وهمزة وصل أول هوسري لو حالنا محله جري همزة وصل لقى سوال الضمين حالة كود حوي لو حال وال الضمين حالة كود حوي أمر كذا سارنا قبل آخر كه ضم أسلم كذا سارنا تاي سيد تصالة شرف يشرف ولم يشرف أمر كذا الحكومان أشرف الحكومان وهمزوسي أسوأ لجودي حال هذا الوضع محلي جري همزوسي لجودي وحوي أمر كذا صارت قبل آخر كه سورة الضمة سيد وصالة دخل يدخل لم يدخل أدخل بكومان أو حصل سورة الضمة يا صارنا قبل آخر كه هل حاله أيضا محلي جري وكسره لكن الأرسينا وإشمام ضمة الأرسينا وحوي أمر كفعل كمعتر اللام ويهي أو الأمر أيه محلي جري مؤنث مديدك الأمر أيه أصار سو كله كسرة إشمام لورسينا يكومان سدي تصال إغزي أو كله ولورسينا مرقر مرنا خالص على آخر ياسف فصحنا ما بعد
مركا أمر كم كان لوقي بالنّي قياس إشاد أنت وحوب حني قياسك إشاد كوحوي مركا أوقي بالنّي قياس كلوقي بالنّي أفعل غير أفعل غير أفعل كان لوقي بالمحرك وثاني مسكن وثاني مسكن وثاني جي يا وحكسي شاذوي أفعاش كيف شاذوي وحوي سدح وأمر يخذي كل وحال رب هدي مكيل لجويه حرف مضارعها عاملك جزمنا أي حرف مضارع مكيل جو حال رب إن حمزة وصل لي ماله مركا حمزة وصل إن لي ماله وحكسي شاذوي حمزة وصل لي لجويه سدح فعل أمر يخذي كله حال لي جركوا عيقة markii la la iimaanay amarkooda waxa way waa laga gooyay markaas dadka beeshaad ku noqdeen eegana waxa kasoo bixi 12 suuray kasoo bixi oo maxa la jiray murba kasoo bixi 4 khudso kal 4 iyo kul 4 oo mur 4 qaba loo akhrin kara mur iyo umur iyo umur iyo wa umur 4 taas kasoo bixi soo kale khud iyo soo kale waa khud u khud iyo maxa la jiray u khud iyo iyo wa khud 4 taas kasoo bixi soo kale maxa la jiray kul 4 baa kasoo bixi kul u kul u kul iyo akul afartaas ka soo bixi marka amka isku daro waxa waa 12 12 kaas hadana af u qaybsamay saddex waxa u qaybsamayeen shaad maxa la jiray fasiixa iyo qiyaas qiyaas faashiye iyo qiyaas naadire marka maxa la jiray shaadka fasiixa waa saddex waa mur iyo khud iyo kul qiyaaska faashiga ana waa hal oo waa amr weey maxa la jiray qiyaaska naadirkan waa sideed waxa weey waa u umr iyo u umr iyo u umr labaas weey een sidoo kale khud oo khud iyo u khud iyo waakhud iyo kul kul waxa way waxa kamid tahay shaadka fasiixa waxa way qiyaaska naadirka saddex kamid waxa way waa u kul iyo waakul marka sideeda ayadana waxa way waa qiyaaska naadirka ee way qiyaaska naadirka ee walaal jeclaan lahayn qof wazankiisana maqashiyo kitaabka de maadaama la sharxay gudiisa wixii ku jiray xifdigeene ardayda way xifdisan yihiin de hay mana kulan sidii wal iskuulada dhaadhax jiray qofko أما الله وقفه نوع هذا سيستيقن الحمد لله لا أبغي به بدلا الحمد يبالغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلا وبعد فالفعل من يحكي تصرفه يحز من اللغة الأبواب فهك النظم محيطا بالمهم وقد يحوي تفاصيل من يستحضر الجملا فعل الفعل بالتجريد او فعل ياتي وما مكسور عين او على فعل وضم ميم فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل جاني فيه من احسب مع وغير توحي وأفردي الكسر فيما من وريث وولي ورم وريع تم ومقتمع وفي اقتحلا وتقتمع وري المخح بها وأديم كسر لعين مضارع يري فعلا جزاكم الله خيرا الله أني بركيو علمي أن الله أني فرو محمد بن مالك ناسغن الله أون حريص رحمه الله تعالى ولو انتفاعي علمي يسا isagii culimada muslimiinta dhamaan salafan wa khalafan rahmatullahi alayhim ajma'in en maadada la akhristo waxa kamid ardayda hadda mustawa thalith ay akhristaan nahwada kamid waxa la maraya kitabka qadru nada oo wiliyan dhamaanin insha Allah nabad Allah ku dhameeyo en ki laga aflaxaan Allah ka dhigo asagana su'aalaha iska weydiinana insha Allah حيالها وكهذا الشيخ وحكمه رحمه الله تعالى رفع المضارع مضارع مركل الرفعين هاي مضارع إنه مرفوع يهي واتفاق لكن وحال السوق اللافسين يهي عامل كرفعي إلى دور قول مركي يا شرحي هاي جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله علينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى رفع الفعل المضارع فعل كمضارع الشيخ مشروح قال رحمه الله تعالى ابن هشام فعل كمضارع وحر رفعي يا عامل كيسة فصل يرفع المضارع المضارع والقذاه خاليا حالوي هيكي كمرا من ناسب عامل نسبي وجازم عامل جزمي وانت حقوشة فعل مضارع هدي عامل نسبي يا عامل جزمي اي قلن اي ومرفوع هاناي نحو يقوم زيد اكلا شرح
أجمع النحويون النحويين حكوا إجماعين برشاخة على أن الفعل فعلك فعلك المضارعة أي مضارعة إذا تجرد مركو قدر بلا من الناسب عامل نسبي والجازمي عامل جزميه كان إن وهنا هو فعلك أسي مضارعة مرفوعا مثل الرفعي وإنما اختلفوا حيث في النحو ليذا في تحقيق الرافع وحن رفعنا إياه حقيق جنتيسة ما هو وحوي مركو ماشي حقال الشيخ رحمه الله تعالى سؤالي شيخ أون ويدي أو فعل مضارع إني مرفوع إياه وإجماع النحات لكن محا مختلف أو رسوخ لفسيه تحقيق الرافع وحن رفعنا حقيقة دي سمحوي فقال الفراو إمام الفراو حير يحيى بن زياد وأصحابه يا أصحاب تيسة أو كوفين تكمد إيه وحكى له الله قوام يجا إيه ده أخفش أو اللي رهدي لسكي إدلاقه حك فربان أو نحاد أو أخفش لهذا جرين هذا لسكي إدلاق مركو حقود عاه سعيد بن مسعدة وحكى له دورتي قول كان أصيح هذا الفراو أصوله ابن مالك يا دورتي أسان رحمه الله تعالى فقال الفراو وأصحابه حير ذين رافعه فعل مضارع وحرفعنا نفس تجرده كدر بيلد دي سنفت يدوي من الناس عامل نسبي والجازمي عامل جزمي وكدر بيه وانا قولك أصح الأقوال وي انت كلي وشيدون متك أوس حسن وقال الكسائي إمام الكسائي وحيري علي بن حمزة أو إمام الكوفين حروف المضارعة رافعه فعل مضارع وحرفعنا حروف المضارعة حروف المضارع هي حروف أنيت ذو كجر تفعل مضارع نفتر كذا أي رفعنا يساوي لي شيخ الإمام الكسائي أسانا وقال ثعلب ثعلب بن حيري حكى اللقب أسانا قول كان زجاجي رافعه وحرف إنا فعل مضارع مضارعته وشبه ديس الاسم اسم كوشبه ثعلب زجاجي أكن عليه فعل فعل ما دام أصل كيس أوها ممني أفعاش ممني إيه هين أو فعل مضارع لقى صور ربي ما ضي أمر كي أصلا معرب لقى دقة صوت معرب لقى دقة إن أي تاي إن أوشبه اسم ما أنتو حرف إنا مركو حوي وشبه ده أوشبه اسمك وقال البصريون بصريون توحير هذين أو يكتب إن أي كان حلوله رافعه وعرف انا حلوله ودقدي سمحل الاسم اسم بوسكيس ودغ بصريين تايك وحالين اقوان فعل مضارع وعرف انا يحويو وحلوله محل اسم او معناه وحالين فعل مضارع ما يجي ودغ وحدي كرا اسم اما هي مال اسم ودغي ايدي كرا فعل مضارع صدرت دي ادهد ان زيد جالس اكل ماشي وحدي كرا فعل مضارع زيد يجلس قالوا وحيره بصريين ولهذا صدرت إذا دخل مركو أوغل عليه مضارع دشيسا نحو أن ولن ولم ولما امتنع وحاربتومي رفعه فعل مضارعين لقود نحو مركا بسرين أيكا تمي زود لشيطان وحيرا دين فعل مضارع حدي أي قشوه عواميشا أفرت هذا لم يلن أن يلن أو كو نسبيا كميته يلم يلما أو كو جزميا كميته حدي فعل مضارع أي قشوه آخر كيسة وفعل مضارع كدن بيأدواتك أساقه إلا رفعيه وممنوع صوت محايو حيرا لأن الاسم اسم لا يقع مدع بعدها أدواتها قاشر مركب فعل مضارع ما دام اسم وأدواتها قاشر أودعين فعل مضارع أدواتها قاشر دودعه إن الرفعية وممتنع هناك فليس حين أذي المركب أيضا معه بيدهن حالا مدقي فعل مضارع محل الاسم اسم بوسكي اسم مدقي معها الشيخ ابن هشام رحمه الله تعالى وحوك الرجيح الربا أقواشي أيك أهد يهدو صوشي أفرتها يوك الرجيح الربا يقول كستا أو ردينا يو وحوك ردينا يو وحير شيخ وأصحوا الأقوال أقواش أفرت هذا الصوت شيء متك هو أصحسن الأول قول كروي أي دورتين فراء يا سحب تيسة إيوه أخفش ابن مالك أصلا أدورته وهو قول كان الذي ومتك يجري كدر يسنا على لسنة المعربين دك واحد عربان عرب كذا إيج واحد عربان دك عليهن مرفوع لتجرده من الناسب والجازمي مرك قول كاس هو أصحسن بير ويفسده حافس هذين قول الكسائي هذا مرك حردنا يا شيخ رحمه الله تعالى إمام الكسائي قول كيسي أو أجري وحرف أنا يفعل مضارع حروف المضارعة كجرت حرف أنيته وعير حفص أنا يقول كيسي أن جزء الشيء شيء قيب كيسة أما جزء كيسة لا يعملكم عمل فلفي دحيس حروف المضارعة وحكمت هاي فعلك مرك إن لي رده أنا حروفتي أو فعلك كمت إيه يعكو عمل فلايا أرنتها وأرين فاسد وأن جنبون شخ وقول الثعلب ويرد وحاك ويفسد وحافس هذين قول الثعلب ثعلب قول كيسي أو أها ويرو حوش شبهد وشبه اسم يا الورفعي ويرن وحفص هذين يا أن المضارعة شبهد وشبه اسم إنما إن كلامها يقتضي حيك أنتي إعرابه فعل مضارع صوم مملئها إن لإعرابه من حيث مالنا من حيث مال إعراب الجملة سد ضبع سد ضبع لا إعراب أو فعلك سد ضبع ومعرب لين معرب إيه هنا فعل مضارع جملة هنا
وحان أولين هاي وحوش بهاي اسم. ثم يحتاج وحوق بهنا كل نوع النوع كستاو من النوع اللي عرب عرب كمده إلى عامل عامل عاملك أو يقتضيه كنا. مركز دي فعل مضارع شبيد وش به اسم العربي سي جملة عندنا نوع كستاو في محل رفع في محل نصب في محل جزم له وحوق بهنا عامل كنا تصل وردي مرك. وعند كل شيء رشاق أكلة قول ثعلب هي قول كسائي أرينك الأكل على نيسه هدي له فعل مضارع محرف أنا يعني سأك إيش أجن أه شبيد إيش وش بهاي هي حروف المضارعة وحيري ثم انت كده بيلزم وحكى لازم اوقات اراني على المذهبين لبدا المذهب او مذهب كسائي يثعلب ان يكون المضارع مضارعين وهذا مرفوعا عن مل الرفعي دائما ولقي ولا قائل وحيرنا مجرته به قول كاسي او اه بان المضارع مرفوع دائما وحير مجرت دي فعل مضارع مركز حروف انيتو كجرتا مركز تن اسم اسم مشبه فعل مضارع مركز مرفوع ما هذا تاسا قال المركز وقول فاسد هذا نحردنا يقول كبسرين تو اي لهن حلوله محل اسمي يعرف انسا ويرد وحار الدين يقول البصريين بصريين تقول كذا ارتفاعه فعل مضارع قد مديسة في نحو هل لا يقوم هل لا يقوم أكلا كذا شيء فعل مضارع يقول هل أكلا ومرفوع لأن الاسم اسم بحير لا يقوم مدع بعد حروف التحديد حروف التحديد كه وهل لا كمتاي كذا شيء اسم مدع أي كلمة بحير هذين فعل مضارع وهل رفع يحوي محل اسم هذا فعل مضارع ما هنا مرفوعه بس أودين اسم أدي كرين ما جا مركو حكوب بحير اللي يراد فعل مضارع حال رفعه حلوله محل اسمي يعني رفع يا كوبي اقواشن ايك مركادة افرت ان شيخ شيخ رحمه الله تعالى اوشا وحجنا سقال بيت او لو جمعيه او شيخ محمد السامراني وكو جمعيه يجرا سقال بيت ينقاضي قال رحمه الله ورافع الغابر كونه عريم ناسب وجازم وقد يرى قائله الفراء ما اقفشنا واختاره ابن مالك ومنعنا قيل حلوله محل الاسم في زيد يفي في العهد موضع وفي للبصريين وهذا يبطل للبصريين وهذا يبطل بمثل ما أرى الذي يمتثل وقيل نفس شبه للاسم ذا وقيل نفس شبه للاسم ذا مقال ثعلب وزجاج كذا ورد ذا بأنه تسبب بنفس شبه فلذاك أعرب والرابع المنصوب للكساء رفيعه الأحرف هذا نائي إذ لم نجد من علماء ناقلا بأن من كون جزء شيء فيه عاملا لكن ذا الخلاف لا يزيد علما فالاستقصاء لا يفيد سالك قول بمرك يكو جمعي شيخ محمد بن السامران له سالك بيد يكو جمعي أفرت قول هذا الشيخ وكو شهر كتاب رحمه الله تعالى بلايد سالك كتاب كاساك بان سؤال اسكو ويديننا حاجرة ضميرك شيخ مركو معارفتك هلاي وحوهر مريي ضميرك وحوهر مريي او حوير اساء او معرفة بضان لحظة مركا لقاها الله بعد لفظ الجلالة مركا ضميركا حق معناهان مركا لقاها في ريس دحبو قيب سماء متكلم مخاضب يا غائب سدح ويا نفس الله سيكا لمعرفة بضان متكلم كا معرفة بضان مخاضب كا كحوغا غائب كا او درجة هو سيا حق معرفة مركا غائب كحوغا بهاي هاي وليقي سمالو اللابط حرمنا مركا مرجع الضمير وحيالها مهم كميدي حتى تفسير الآخر سنة أيوه هدي الحديث الآخر سنة أيوه مالها ضمير كأول لابطه وحيالها مهم كميدي هاي مركب مرجع الضمير يا ربنا إن شاء الله وإحنا وفاه هاي فضل جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال شو الشيخ نويدي هدي ما أركت هاي سخلاصة أقول المرنه وحاوي ضمير كغائب كمرجع إيس أو مهم إلنا فهمه أيان ما ركتايا خلاصين إن شاء الله وحي إلهي نفانسيو ضمير كسيسو علماء ذو حليهن قود أهان مركي لفيري أفر بالغوص وخلاصين كلا مرجع عيسي إنو نقضه متك كواد وحاوي إنو نقضه ضمير كما ركتايا مذكور بلفذي إنو نقض مد لفذي قيسة لصو الشيئة إنو نقض مثلا آيات القرآن كأوكال الله سبحانه وتعالى أوليها والقمر قدرناه ضمير كقدرناه قجره وحليهن قمر كاسو الله وانا يا مركي ومذكور لفظ ذواي متكلا وادو حاواي إن الله مذكور بنذيره إن مد أساق لمد نذير كيس إن لصو شيء سيدا مثلا تسال أهان هده داد هده دوكلا تصدقت درهما ونصفه نصفه ضمير كجر وعليهين وحو الله واني درهم كاس مدل نذير كيس مد لمد لكن درهم كنفتر كيس أم الله وان كروه وحاكذا لنا إليه تناقض كجرة مشاس وحلم إذا آيات القرآن كإله سبحانه وتعالى أوليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره
من عمره ضميرك كجرو من معمر ومعلن كرتي الآن لأن وما يعمر مجرو وما يعمر لما عمرسي من معمر من عمرسي ولا ينقص لما نسخامي من عمره كيل عمرسي هذا العمر قيسة لنسخامي هذا يلا وحيدا هنا حاما ركتاي تناقض كجرة مركا وحاواي شخص لمده شخص قاس شخص لمده واي مركا ونذير كيسة مدس دحد وحاواي إنه نقضو مذكور بمادته سيدا آيات القرآن اعدلوا هو أقرب للتقوى هو ضمير كاس وحوما أركتاي أولاواني الآن محو أولاواني مصدر كعدل قسمان مصدر كاس أولاواني هو أقرب للتقوى مركي الله اعدلوا مركي وحالا صوشيق مادده سي وفعل كيسا وكاس لصوشيق متو قدن بي وحاوا إني مفهوم السياق اللي قفهم الضمير كهلك أولاواني سياق ما أركتاي اللي قفهمه سيدا آيات القرآن ولي أبويه ولي أبويه ضمير كاس وحليه نحو أولاواني موت قف انتو أولاوان ومع ذلك لمسوا شيء لكن سياق اللي فهم ياي ماشي وحال الجمال وحلا رحلة مرك قفل انتم على الرحلة إن أنزلناه أكل على مده ضمير كجري قرآنك والله وان سياق اللي فهمي وحكى لو ما ركتاع علماء أنت سكدرا ضمير كمرك لفيريو من جهة التقديم يتأخيرك أصين ولا قيبيه ماشي وما ركتاع إنه ضمير كواح قدم بي إنه والله فتو إنه والله فتو حقهره علين أفر الوصف خلاص يا أفرتو حواي إما إنه الله فت متقدم لفظا ورتبة وحل لفظ أهان يرتب أهان كهره. سيدا آيات هذا نخرينا والقمر قدرناه أكل. قمر تكاس ضميرك الله وناه. لفظ أهان ويكهره يسا رتب أهان ويكهره يسا رتب أهان ويكهره يسا. القمر وحق عمل فلا وفعل ومفسر وقدرنا وقدرنا قدرنا القمر أكل فعل كاس وحنا لو يه ماركتاي ومفسر فعل كا مفسر كه. يفعل كذا بيا وقدرناه مفسر هذا مفسر كهريا مركزته مركي لفيريا ومفسر كأساك هريا مثل وادو حواي مركي إن لهه إما متقدم لفظا لا رتبة إنه ما أركتاي لفظ أهان وهريا رتبة أهان وهرينين سدى آيات القرآن كي الله سبحانه وتعالى أولي وإذ ابتلى إبراهيم ربه ضمير كوجره وحول لاوني إبراهيم تاس لاوني ومع ذلك اللفظ يقهريا موي إبراهيم ماشي الوفاعل وحالنا مرك مرتبة دي سمرك لفيري إنه هرائه وحاك لو ما ركتاي ميت سدحاده إنه الله أفتو متقدم تا عكس جيدا متقدم رتبة لا لفظا إنه ما ركتاي الله أفت متقدم لفظا لا رتبة سيدا فأوجس في نفسه خيفة موسى أوكلا فأوجس في نفسه ضمير كان نفسه كجر اللفظ يأيوه الرأي لكن مرتبها نمو هرائه فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى سمرك فاعله أي الله ونايا مرك اللفظ أهان أهو الرياء لكن رتب أهان أهو الرياء فأوجس فاعل كيدوا مدى ما أركتها أقدم بيسئن الضمير كل لفظ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ربه ضمير كجره وحق الله واني محاوي متقدم لفظا لا رتبة متقدم لفظا لا رتبة لأن ربه ضمير كجره ربه وفاعل سمهن وإذ ابتلى إنه كحك سدال إبراهيم أو كلا إبراهيم ذا سؤال الله واني مركة إبراهيم ومفعول به اللفظ يكون رئيسا ما أهان رتب أهان كما رئيس مرتب أهان مدى أضم بيسو حواي إنه ضميرك الله أفضل متأخر لفظا ورتبة وحما أركتاي رتبة إيا لفظ أهان بكدن به وحينما أركتاي علماء ليهين وذلك لا يجوز إلا في ستة مسائل بعض علماء حيدهان إلا في سبع مسائل أو مسألة أضم بيسو خلاف سنة وإيو الله واني مركا لح مسألة وحان كأهان ضميرك غائبك أم الله بنكره متأخر لفظا ورتبة أم الله بنكره هذانا أيضا إسخ الله سينو حواي متك كواد إنو أقول الله أفتو ضميرك إنو نغضو نعمة يبئساء أوكال ضمير كجرو فاعل كواد أو ضميرك إيه وحيد أهام حقول الله أفتا وح متأخر لفظا ورتبة سيدة قرآن بئس للظالمين آيدا بئس للظالمين بدل بئس ضميرك هو ذا إيه فاعل كجرو وحيد أهام بدل كاس وقول الله أفتو ومتأخر لفظا ورتبة مركب بئس وحباس له هو بدل مركب حقول أبن بدل الأساس أدم بتميزك متكلا وضو حواي إنه نقطة ضمير الشأن إنه نقطة قل هو الله أحد أكله قل هو الله هو ذاس ضمير الشأن واي الله أحد جملة كذا بيسوق الله وانا يا سجنة وحيدها هان متسد هذا حواي إنه نقطة تنازع إنه تنازع نقطة سيدا هذا مثال هذا قام وقعد أخواك أو كله قام يقعد لوضاس في علبه يكون تنازع عن مركه أخواك ذاس خواك يكون تنازع عن مركه وحالسين يدهن قام ما بالله ضمير على سين
وقعد مركا قعدنا إن لودا يفعلك أخواك مركا قام الضمير كوجري الضمير كاسسجع وحقول له وني ما ركتا أخواك ده سؤول له وني متك أفراد وحوي إنه نقضاء ربع أكل الضمير كوجرو ربع ضمير كوجرو ربع ضمير كأجرته مجرور ربع ربه رجلا أما ربه فتية أكله ربه ضمير كأسين وحقول له وني يا فتية تنتا أما رجلا تاكدن بيسؤول له وني ومتأخر لفظا ورتبة أسينا متك الشناد وحوي إنه بدل أو نقضاء بدل سدا واسم ظاهر أو لقب بدل أي ضمير سدا هي العرب تقول ما تشاء هي أيد عرب العرب عرب العرب واسم واسم ظاهر مركب وحلقة بدل أي ضمير كاس متك لحد وحوي إنه نقضاء ضميرك متك لحد وحوي إنه نقضاء مبتدا مفسر بالخبر إنه مبتدا أو لغو تفسيره خبر كيس تفسيره سدا إن هي إلا حياتنا الدنيا إن هي ضميرك كجرو ومبتداه وحما أركتاي تفسيره يا أما لغو تفسيره يا الحياة وقدم بيسو أي لغو تفسيره يا متك أقدم بيانا وحيدها العلماء وفاعل كالسوخ الأفسي باب الفاعل سدا ضربت زيدا هذا هذا أوكل مثلا ضرب غلامه زيد أوكل مثال ساسي ما أركتاي إنك سو خلاف كجرو مرك وحلوسو خلاصية لو بيت بلو خلاصية وحلها ومرجع الضمير قد تأخر لفظا ورتبة وهذا حسر في باب نعمة والتنازع العمل ومضمر الشأن ورب والبدل ومبتدي مفسر بالخبر ومبتدي مفسر بالخبر وباب فاعل بخلف فاخبري انت سألو خلاصية والله سبحانه وتعالى على جزاكم الله خيرا مستوى ثالث انت سألو بحينا نحوذا وحنكور جنينا شعب عبد الرحمن الوادي أو فقيقة كسو كويديو سؤالة إن شاء الله بسم الله الحمد لله وبين استعين الأمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إلى يوم أذكر سبحانه وتعالى أرضي ذا مستوى ثالث قيبة فقيقة سؤال شؤون الرئيسة وحويان هذي نجاسة صوب أحضه أين كسر بحضه محلك معتاد كأها مل عن هين نجاسة سيادة ويسمى يبرن مسمى برن يسوع سؤال شاس ويان حرم نعرضي إنه سو استاو سؤال شاس قال سو استا سؤال شاس دان كجاو هدي ماشي معتاد كأهد غير كذا وح كسر بحه أما نجاسة إيه كسر بحه ويسمى يبرن مسمى برن يسوع لا والله كلا قادة ويسو مبورن مسمو بورن يسو لا والله كلا قادة محل كي معتاد كأها مفرين يهي ماشا مركا فرمون يسي مسمو فرم مفرنو هدي محل كي معتاد كأها وفرين يهي حدون تقر كيد وكسو بحو أما حدون تغسط وحي نجاسة يكسو بحو ويسو مبورن يسو هدي ما حلكي معتاد كأها وحرين يهي نجاسين أي حدون تقرك يكسب حسوا كلا أيضا نه ويسون مبرنيسو هدي ما حلكي معتاد كأو حرين يهي حدون تهوس أنت فرمتو إن جاسك كسب حسنا ويبرن جاس ويسون ويبرن هدي ما حلكي وفرين يهي نجاس أما حدون تهوس يكسب حلا أما قرك يكسب حلا ويسون مبرنيسو مسألة اللبات وحويان حكم المزحوم عن السجود في الجمعة قفك اللي قاعد عريري مالك الجمعة ده إنه السجود اللي قاعد عريري قفك أسيب حكم كيسة ويان مسرد اللبات يا قاضي هيا سويتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المسألة محاوي منزوح مع عن السجود قفك السجود اللي قاعد عريري قفك هذه السجود اللي قاعد يريه أي أصور قشة إنه قف في كدل السجود وصمين أو كدل السجود هذه أصور قلوا إنه كدل السجود وسكسوي سدا ظاهر كه وسكسوي منا إشارة هذه أصور قشة أنتو إمام كي صار ركوعين إنه السجود وسوي سجود مركا السجود صار لما يستهدو سو جار إمام كي أتاعن أصلاً واستاعي وفات حد وآخرين هذو إمام كه ركوع صن وكسو جارنا أول ركوعين aan hadii uu haduu hadii uu ka soo qaco sujuudi imaamki oo ruku dhimeeyo salaama naqsade oo aan salaama naqsanin oo waafaqi rakacadina gadaal ku socilin hadii uu ka soo qaco sujuuda
وحي إمامك وسلام النقصد جمعادي وهي كلامات وجمعادي ما أنسح وين وين أفتح جمعادي هدي أسر قلوا سجود بق أو إمام كان أصرق وعقال وحليه إنه نذم يجلس كوتا صلاة أسوق قسطه أظهر كان وحبيس الصحيح إنه إمامك ولا ركوع أو ركوع هرنا الله حساب ما كان ركعة ده وحس إمامه صار ركوع الأولى يسجود الثاني ساس جمعادنا يوانسح هدي أو ترتيب تيس كوتا والله هو قسطني أو إمامك راعن وعلى فيرن هدي أو اسمي كاس سوق متابعة إنه واجب تصلاة وكبرت هدي جهل ينسيان وقال إمامه سجودي سهرة لام حسابنا إلا مر كارو جوني وقوت حساب ملها هدو مر لبعض لكن سجود صلاة حسابنا ركعتنا وانصح مر كأي ركعتي أكمل نقطة لب السجود هدي ولا فيرن هذانا إما إن قفنا معموم كالسجود وكلد مرة هلمان ولقد مرة إمام كنا وركعتي لبعض واستجو وركوع ولا وافق سيد المذهب كه بسلا السدحات وحويان ربضة حد كذي أحكام تهذا ينتى وقبي سميسو ويا حنو مالين جبر بكو قرن زيادة واحدة زيادة ياخدها الشرع المحاوي عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في المعيار الشرعي حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما ربضة حكم كذا وحرام الدليل يقول كأنه وحرم الله البيع وحرم الربا ربا الأقسام تيدا الله يقف سنتا ربا القرض وربا البيع ربا القرض له حق شاديمها سيدا وكلا مثال قف دين كاقاتي أو شبتستي دين تمكا سوء إني سوء إني زيادة سوء رعسا ربا البيع أنا حيوقف سنتا ستح ربا الفضل ربا المسيا ربا اليد ربا المسيا ربا الفضل وحالا لو الشيء وسبجنسيه ورجولياته ورسكوكا بحي وميز كمدة وغيرها بحي ولك البذية ربا المسيا وحالا لو الشيء وسبجنسيه ورجولياته ورسكوكا بحي وميز كمدة ومقيها ربا اليدنا وحالا لو الشيء وسبجنسيه ورجولياته ورسكوكا ولكن يجب ان يكون هناك افكار مريضه كاركه سوف يكون هناك افكار مريضه افكار مريضه افكار مريضه ويان بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم 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 سلام نيكو اسيكليا فريش كوسي حنا يمسوري وسي حنا هادي اسيكلي كوسي حنا هرتا وحا كو واجب قيس با كو واجب لان كلي با كوسي حنا فريشكا وحا كلو كو واجب صلاه ولبو اينا سولغال اهين مينغان انو كديب دحو اس اي مينغ او ديب دحو اينا وحا واجب صلاه انو ديب سوخليو مثلا نكي ساك صلاه سوخ وكا كعاي فريشكيسا كديب وحو مغالدو اسكادي صلاه سوخ يا ظهركي يا عصركي يا مغربكي وحو كوسو تغال مغالدا كدبو فلاشيز دبو سلابتي وميني أركي أركا أو دبو سلابتي مكا مينيان معو قلما إن سلاها أو مغادر دعاية إنه كدب دعا مينيان سورة قلما أركا وحواجي وانو سلاها إيقا دبو سعلي وحاكا رسونا سلاة والبعي سورة قلما إيقا مينيان كدب دعا أو مثل إنكي ساكا مغالا يحو دبو سلابتي ظهر كيوكلاتو وحاو دبو سلابتي مركي وكسي حدي فلاشي مركا ميني وحا سورة قلتي ساكا سلاة صوح وكسي حدي إيقاي إي مدي ظهر كي ina talaa wa suurgal arku xasuun aan salaadii u soo xiliyo taaba hadii kaliye u siixanay firaashka ugu siixanay way hadii la siixanay wax la siixanay ala fiirin haduu yahay nin weyn miyama salmi yar walay hadii uu yahay nin weyn waxan ay suurgal ay ka tahay inuu ka iimaan karo haduu salmi u yahay oo soo qabo haduu ilmeer u yahay waa waday hadda la maray ilmeer haduu haduu laakiin uu yahay nin weyn oo waxan ay suurgal ay ka tahay oo waxa la sunayaa inay qabaysan oo laakiin nin walba ku qabaysan wuxuu niyooni qabays waajiba intee ina qabiisana ka warna laba mid kasto kamida kuma dayn karo mid kale ilaa wuxuu ninka yaqaysiya ninka inuu asaga meesha saayelay su'aasha labaad waxa weeyaan waa baabul cidda ciddada iyo aqsaamteeda weeyaan Hudhayfa ibn Sheikh bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ahkaamul cidda ayaan kaa la rabaa cidda doorto baabkeeda labaa loo hadlaa cidda maxaa la yiraahdaa iyo aqsaamteeda
عددو معرفة ذات لغة وشرعة لغة حالية مأخوذة من العدد ترى يا لا كان جهة اللغة حاجة شرعي أنا وحاوي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج ومدها وين السوقي سو مدة لحظة سد حارين ميت كم يدهم بيوسوقي ومدة لمعرفة براءة رحمها رحم كذا برنقشيسة إن أقنصته تنلوان وللتعبد وعدوميسي إلى وقادون سنيو سيداتي أي صدوك له ورحمك البري ويا يوكتو لكن التعبد يوسوغي تنسد حالنا ولتفجعها على زوج وعدة فراق وفاة هويني ذي لقد انت عدة ذو وحي يوسوغي لتفجعها على زوج أي على موت زوج نين دمشيسة حنوسي وحنوسانيسو أي إلهي عدة سي وجيدي أقسام تيدنا لو بالوقع ذا عدة فراق حياة وعدة فراق وفاة عدة فراق حياة ونلاش يكوك الفاروقان نينك يوسنانتا وحالوك القادة يالواء المدخول بها يغير المدخول بها المدخول بها يغير المدخول بها لوك القادة غير المدخول بها أيضا لا عدة لها المدخول بها لواء لوك القادة حاملة يحايلة حاملة ذو بوضع الحمل حايلة ذنا لواء لوك القادة حرة يغير الحرة هذه حائلة أو حريته لو لوسيك القاضي أو ذات الأشهر ذات الأقراء ذات الأقراء ذاته وثلاثة أقراء ثلاثة أقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مدة ذات الأشهر دنا وثلاثة أشهر ومدة حائلة ذا أو نحرتها هذه أو ما نمدة غير الحرة ذا حائلة ذا لو لوك القاضي دنا هذه ذات الأقراء ذاته وقرآن إلا نسبة لغربي حرة ديو غير الحرة نسبة لغربي لكن قرئيغا لما نسيين قرأي دا قرآن بالله لكن من جهة تأشهر بالله نسيني أو ذات الأشهر أو حائلة أو غير الحرة وشهر ونصف هدي أمان قدمنا عدة فراق وفاة أيضا لو مشهر ديني مدخول بيها أو غير مدخول بيها عدة أيضا يكون واجبي لو أن بالوك القادية وحاملة وحائلة مدى حاملة وبوضع الحمل ورك ديج جيسو عدد ويك كامل نقطة لكن مدى حائلة ذي لو لوك القاضية حر يغير الحر حر ديته واربعة أشهر وعشرة أيام وأفر بلوت يتوم بري مدى غير الحر ذي ونس كيدو وشهراني وعشر وخمسة أيام لو بلوت يوشن بري بلا توفيق ثلاث دحات وحاول أقسام النوافل سنوينك انت يوقف سمان ان ارضي قاطه مساله سارمنا وكجوابه يا قعدو تاغني سام اي سو استاك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ان صلاه سنوينك سنورت لغه الحاليره ازياده ليرا marka salaada sunuunka waxaan kala qaybinayna laban kala qaybinayna kula sunayna jamaacadu tugo iyo kuwan la sunayna jamaacadu tugo laasan kala qaybinayna kula sunayna jamaacadu tugo waxa kamid ah kusufaanki ciidanki iyo istisqaaqi ee taraawixii waxa kamid ah kuwa aan la sunayn in jamaacadu tukado waxaan qaybinaynaa laba rawaatib iyo qeyr rawaatib rawaatibka waa 22 waxaan sii qaybinaynaa muakkada iyo qeyr muakkada muakkadaadka muakkada waxa weeye 10 wi 10 kaas waxa weeye laba rakaco duur laba rakaco salaad wax ka horeeyaan iyo laba rakaco duur ka horeeyaan laba rakaco duur ka dhameeyaan loo rakaco maghrib ka dhameeyaan iyo loo rakaco cishaa ka dhameeyaan qeyr muakkadka waxa weeye 12 weeye waxaan 12 kaas waxa weeye loo duur ka horeeyaan iyo loo duur ka dhameeyaan 4 casar ka horeeyaan loo maghrib ka horeeyaan iyo loo cishaa ka horeeyaan en qeyr rawaatibka way fara badan yihiin waa waxa weeye waxa kamid ah witriga waa kamid ah en sunnatul wudu waa kamid ah salaatu duha waa kamid ah istikhaara waa kamid ah billahi tawfiq salaada afraad waxa weeyaan اللقطة وحكمها لقطة دي إبادة دي إحكام تهدي ويان إن أرضي بحرم الناس سلاة سوعة وشرح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطة دا وابادة لغتنا وحال لها شيء الملتقط شيء السوق هذه شرعنا وحال لها ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه وشيغن لهلي اي محترم كاي غير محترم باكو بيحي
هذانا من غيرهم ميلا لإلالين لغا قاضي لا يعرف الواجد مستحقه وكان هلنا عدة لأوسن قرنين عدة لهداد قرنيسانا لنكيسا يعني عيسانتن إنو هبل لي هداد قرنيسو بعدي ما أحا حقيسا بعدي عوكاهاتي أركان تيدان واسدحو وإلتقاد أصو قادستي يملتقد يقفك سو قاضي يلو قدد يوبادي أقسام تيدا واتوم بيو قمستا وحن وحلوك لقاضي وحن ما مال با مسوا غير مال وحن مال ميا مسواحن مال اهين سيدي ايجي اختصاصي يقول نقشي لويش وحن مال هدويا هي وحلوك لقاضي اسيق لفتيسا مال كان ما آدمي ميا سيدي اضومها وكل مسوا غير آدمي آدمي هدويا هي حقا لولي هلو يحون كيسا غير آدمي على سيك لقاضي وحلي وحن هدو غير آدمي هين حيوان ميا مسوا غير حيوان يعني وحن نول ميا مسواحن ونولين حيوانك waxaa ka soo bixay asaga shan suura ka soo bixay kan qeyru xayawaan kaan asna saddex suura ka soo bixay kan xayawaan ka shan suura ka soo bixay asaga laba loo kala qaadi xayawaankan aad heshay ma wax sigaar usbaac iska cilin kara mise waxaanan in iska cilin kani sigaar usbaac haduu iska cilin karin sida ariga iyo waxyaalaha weeyo asaga xukunkiisa asaga laba loo kala qaadi ma meel mafaz miyad ka heshay yaani meel duur ma ka heshay mise meel degan yaad ka heshay meel duuri hadii aad ka heshay xukumkiisu saddex buu qofkan laaqidka soo qaaday oo uu leeyahay khiyaar waxa leeyahay neefkan xaji walii hadan meel duura ka heshay oo kunagu la salaalahu alayhi wasallam ama walaalka wala ama adaale ama martidi ibaal soo qaad bal uu leeyahay marka soo qaadana saddex buu sharci khiyaar ku sii inaad ceyntan aad heeso oo kadib marti aad yahdiso kadib cid ila hadad weydina aad mulkiisa ama ma hees la xiligaa inaad qalad haday baahi ku heeso marka qalata laakiin bishardi waa qurmi qiimtihi way qiimihiisa inaad gudiso qof ila hadaa hesho laakiin way inaad yahdiso tan saddexaad waxa way inaad martineefkiis la xiliyo suuq aad geeso lacagtiisa marka aad yahdiso kadib qof ila hadaa weedana aad ma kadib aad yeelato yahdintu shardi way qofka yaani neefkan hadii meel mafaz leeyahay meel cilaa duurka saddexaad suuq yar ku sii sharciyad hadii aad ka heshay meel la degan yahay cunidoon balay reebi mahan la wadan kale hayba luulee qofkii ilaahay ilaaw ka iimaani hadii kan waad ka mulkin way ila hadii kala beecage oo maartay lacagtiisa hay oo yahdi yaa luulee sheegan haduu siqaar soo wac iska cilin karo si neefka geela iyo xisaanka oo kale kaasi waxa luulee yahay asiga saddex suurag soo bixi waxa leeyahay marka hore ma meel dhismaa wad ka heshay neefkan geela amsa meelan la degnin baad ka soo saxra saxra gala si kala qaadi waxa leeyahay saxra gan aad ka heshay aamin miya meel tuuga lagu baqi tuuga aan joogin aamin miya mise waa qeyru aamin aamin haduu yahay xukunkiisa waxa waa ma qaadi kartid ilaa hadaad qaaday xifdan baad u qaaday waligaa waad ahayn mana milkiin doontid oo ku nabi sallallahu alayhi wasallam maalaka walaha maca xidaauha wasiqaauha taridul maa wa taakulu shajar xataa yalqaaha rabbuha wey haddii maartay qeyri aamin ay tahay soo qaad baa luu leeyahay haddii aad soo qaadana waad yahdinaysaa sanad baad yahdinaysaa kadibna waad ka milkinaysaa xoolaada ku darmanaysaa laakiin bishari damaa wailaa haddii maartay aad ka heshay meel cumraan oo dhismaad aad ka heshay neefkan waad soo qaadaysaa waad haynaysaa sidii kuwii hadaayay oo maartay waad haynaysaa sanad baad haynaysaa oo yahdinaysaa kadibna waad mulkinaysaa haddii kalmeehe tan kalena waxa waa suuq aad geynaysaa lacagtiisa waad haynaysaa oo yahdinaysaa qofkii laha marka aad aragtana waad siinaysaa aadami haduu yani qeyru xayawaan waxaan xayawaan nool maaha waxaan adeeshay laakiin waxaan nooleen waxaan nooleen saddex balo kala qaadi xalay waxaan ma wax daaim ahaan karaa weligii ama meehe waxaan daaim ahaan laakiin bicilaaji farsameyn buu ku noqoni meehe waxaan cilaaj waxa weeye daaim ma wuu noqonayaba waxaan daaim haduu noqon karo sidii dahabkii fidood oo kale waxaa lagu leeyahay dahabkan iyo fidoodan hay ilaa uu qofkii ilaa ka imaanay oo ilaa meehe isla xiliga uu guriya ku dhiso saar rabta yeel laakiin adii isticmaal laakiin bishardi damaa waxaan daaim muhani laakiin bicilaaji farsame sida rudabkii waxyaalahaas in la farsameeyo buu ku noqon kaa waxa weeye waa hawi ma fihi maslaxa maslaxadu waxay ku jirto ma ilaa inkajee ku jirtaa aad hayso mise meehe suuqa geeyo lacagtiisa hay waxaan daaim ahaan karo sida hariisadii qudculimeedkii iyo briisii baasadii oo kale waxaa kuwaasi ayaga waxa luu leeyahay labaa door u leeday isla xilligaa wa cun qofki ilaa haduu imaadana u gud lacagtiisa ama meehe dad kale ka gado laakiin lacagta hay qofki ilaa hadaad weydana lacagta adaa yeelan aadami haduu yahay waxaan aad heshay maalkan waa maal qeyru aadami meehe waa aadami sida addoon kale addoonkaasi hortu addoonka waynuu mumayis ahayn waylaa mumayis haduu yahay xagaytid mid baa lihii waynuu mumayis ahayn ilma yar oo kale addoonkaasi labaad shard u leedahay oo khiyaar u leedahay inaad addoonkaasi addoomaa iska darsato aad ku shaqaysato oo maartii aad yahdiso kadib cidi la hadaad weydana aad qaadato ama ma ahee suuqa geeyo ee lacagtiisa soo qaad lacagtaasi yahdi yahdi hadhow kadibna adaa yeelan doona haddaad ceynta aad haysana dee adiga ceynta iskale qod kadib markaas soo qofkii aad weydo oo wuxuu dhali iyo shaqadiisii waxaas oo dhan baa ku tacluuqda xalaal kuu noqon haddii aad gaadhay xilligii kooru koowaadna oo lacagta aad haysana
لعقت أسهد يعني ملكيني سهد وقف إلى هداد ويدو وحني وحن لهني مال ميسا غير مال غير مال ويسيدي أيجي وحيالاس اختصاص كاللوغو اللغشي مال عالقدين كاسي لابا سرد ولي إنا اختصاص ويالت قوني نقشو أما مهي إنا اسكح بيدسو قفك والالك هاي لها هدي أداركت إنا تسيسو شيخ خير الله سيو سيبا فاسر قيبو بضم بأغال ورقد هاد دقل كان مادا ليد ديوي أسيلي ده وركا خير الله سيسو أغال لان ليابي انت انا اركي لقد اضا لغا الله يو كتبت متونتا قاسة كتب شافعية كتابك اواف دير لقد اكا هلو يقوت نفس طبعا كاسور اساق قرية مركا شيخ خير الله سيو نكرب لقد اي احكان تهي سفيا عن انو قدرقو بل كتابك اساق ايه خورت انت عمتني هسيق افتو انتو شراح ايو اضلاعك الوكي قدو قلا ايو انت عبال انو مارتا اي كوبو شيخ ادو اشاق ها اسكو ديو بسم الله الرحمن الرحيم خير الله سي ارديدا سفيا عن بي سؤالي لو ديو وجوابين مستوى دينا الحمد لله وفي عن طاين سيد دالان إن شاء الله دالان سي موجيا مستوى ثاني وهدف فقه لو يدينا أسئلة نحوية يعني عربنا يعني لو قالنا أي كلمة دوين كي قاتن بكمدهين وحمارة يعني كتابك متممة الأجرومية مركع باب كتابك كمدة يعني فيرين ينابل أرضي إن شاء الله أي المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر أي بسم الله الرحمن الرحيم باب المبتدا والخبر مبتدا يا خبرك مرفوعات وكيس زحات كي افراد حنا اسكمل لو شيء ويز لازم غالبك حلو عام مبتدا يا خبر سوين محكوم عايمني يومين عليه منطقيون حدان موضوع محمول اهل المعاني والبيان ايغان حدان مسند مسند اليه مبتدا لغه أو يحال لو بلاه إصطلاحا نحوي مثل نوشة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كان باب المبتدئ مبتدئ باب كيس والخبر خبر باب كيس المبتدأ مبتدأ هو مبتدأ الاسم اسمه اسم كلام حرف فعلي حرف بحيان اسم صريح وأنكره سي زيد قائم وأول وأنكره سي أنت صومو خير لكم أي صومكم خير لكم اسم قاسو المرفوع واللقضو مرفوع لفظا وانك رسي زيد قائم تقدير وانك رسي الفتى قائم محلا وانك رسي هذا زيد اسم قاسو العاري كقاون عن العوامل عوامل حقوه كقاون عوامل كي اللفظية لفظي لو نسبي ابتداها عامل كي سوى عامل معنوي اوه ابتداء بلا وشذا وهو مبتدا قسمان ذو قسمين لو قيمة صاحبه ظاهر وظاهر أو مضمر مضمر وهو مضمر كي أنا وأخواته أنا والأليس التي ولا لاس وتقدمت صهر مرتي في فصل المضمر مضمر كفصل كيس صهر مرتي والظاهر ابتداء ظاهر كأه قسمان ذو قسمين ولو قيمة صاحبه مبتدأ مبتدأ ممتاز له أصغنا عليه خبر خبر وسي زيد قائم يوم مبتدأ مبتدأ ممتاز له أصغنا عليه مرفوع مدل قدي مرفوع عاس وسد بوحيي سد الخبر خبر كبوس كيز بوحيي مبتدأ لو مبتدأ ظاهر لو قيسمه مد خبر له يمد مرفوع مرفوع له مد كمرفوع قونا يو أفرشد الأحرى كورت عين وهذا تدهن مرفوع قوين وين وهذا اسم فاعل سنة اسم فعل وحلم ده الشرط لو نحوي وين وكور مره نفي أو استفهام الشرط إذا نحوي إنه وحقوين إنه وهذا اسم ظاهر سنة ضمير بارز كان أفر نحوي إنه وهذا متدهن نكرة فالأول تداهر له خبره قوله تعالى لو يروي الله ألا ربنا ربي ينوي الله تدا ربنا خبر رب مضاف نعم مضاف إليه قوله تعالى محمد النبي الله محمد رسول الله رسولك ألوي محمد مبتدا رسول وخبر رسول مضاف الله مضاف إليه والثاني مبتدا لبعض أو له مرفوعه هو اسم الفاعل اسم فاعلي واسم المفعول
اسم فعل وحي لم يدله. وإذا قرتي تقدم وكور مر عليهما اسم فاعل اسم فعل كركض نفي نفي وكور مر أو استفهام أم استفهام وكور مر. قولك على قائم متى ما هي زيد زيد قائم الهمزة للاستفهام قائم مبتدأ وأنا مرفوع على مرفوع على مترفع ضم ضرت في آخره هو اسم فاعل يعمل عن فعله يرفع الفاعل زيد وفاعله. وما قائم لو تغن ما أهان الزيداني لو زيد قائم ما نافي قائم مبتدأ وأنا اسم فاعل الزيدان وفاعل ألف الوجودي. وهل مضروب لو لقر عميه أن عمراني لا عمر. هل هو استفهام مضروب محل مبتدأ وأنا اسم مفعول يعمل عن فعله يرفع نائب الفاعل العمران ونائب الفاعل هو باب المناداء قفنا إنك أبو نولغ بي لغبو نمغشي مارك باب المناداء قفنا خلاصي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المناداء مناداء سأسأل كيس عكي بعد مفعول به وهران هو أدعو ويرى عبد الله. مناداة التعريف تيس حالها هو المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء. مناداة سلكيس عكي ما المفعول به أهد أدعو حان ويرى عبد الله مساء أطلب حان طلب عبد الله مركز سوى حال اسكجر فعل فاعل كال اسكجر يأذن نائبك نغطي يا عبد الله نغطي مركو حاكل جران حروف النداء يا منادي حروف النداء والسديد سديد حبو أي مشهورته يا منادانا شان وقيب سما أو مفرد عالم يا نكرة مقصودة يا نكرة غير مقصودة يا مضاف يشيب المضاف مفرد عالم يا نكرة مقصودة أيه ومبني وحان الوبلين وحان الوبنيني وحيل ورفعين جري نكرة غير مقصودة يا مضاف يشيب المضاف أيهنا والنصبين النصب ما ينحكى لكم بنانو مرك منادى هذه لا إضافة يا المتكلم أصيح حكوبنا لح لغة لغتك هو دام حاوي يأذي ولسكحته كسر اللغة في الناظر سي مثال يا قومي يا عبادي لغة لواد نام حاوي يأذي ولسكحته يأذي على الصوي وأنا الريبي سي يا عبادي لغة كلاس ده حد دام حاوي يأذي على الصوي أيضا فتح سن سي قول الله تعالى يا عبادي قل يا عبادي الذين لغه كلو افراد ام حاوي كسرده يا وحا لو بدلي فتحه الف ياء دين وحا لو بدلي الف سي قول الله تعالى يا حسرتا لغه كلو شنا دوام حاوي الف يا اسك حذفي فتحه ان لو فيلناني سي يا غلام لغه كلو لي حد ام حاوي وحا لو غدي حرفي هران بو كسر سنا الف دين وحا اسك حذفي سي سيدا يا أم لا تفعلي قراءة سوى ضعيف لغة سوى ضعيف وحان أخرين قراءة كقاركود أو حيلين قول الله تعالى رب السجن مرك المناداء سوى صاية أدون وضو أبي أم لحدة لغة وحالو سيادين أفر لغة كلا لغة كوا دوام حاوي يأذي وحالو بدلي تا دان والله صدي سيدا يا أمتي يا أمتي لغه سن قراءوين كقاركود اخرين غير عامر حن كاهن او قول الله تعالى يا ابتي لغه كلا كسي بنان ما حواي تادي على فتحيني او حالي يا ابتا يا امتا لغه كلا كسي بنان ما حواي يادي تادي يا حال جمعيني يا الفتي يا امتا علي لوقاد كلو اوو توانا دوام حواي ابي ام يادي يتادي على جمعيني واضعف اللغات لغوي ميد اوو ضعيفسن وميد كلو معود يمعود عنه على كل مي ماشان وحان لي فايديسني تاو التانيث يو يا المتكلم ما كل مان الا باب الندام واني نحو قولك ودوي يا امتي يا ابتي ودوي. جزاك الله خيرا
معناه عاوي ماشي وعلى يفهم يسن ويري يقول معناه تاو تأنيث كم بدل نقطة يقول متكلم كم بدل نقطة إلا في هذا الباب موجي. جزاك الله خيرا حربنا أرضي ضد بدن بمشي جوايا اللغات كانت تدوان ليه نو شرحه باب كتابك باب كتابك كم بدل متممك مستودين هدا عن جوجنو لغة ديس لغة قرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صاحبه أجمعين وأنا نرمى مالا قلاسي وفجر كتاب الأنين كواكب متممة الأجرومية شرح سه بعد سنة اللغبي إن شاء الله تعالى يا ربي فصل الأنين فصل موصولات موصولات أرملة إن شاء الله خلاصي وفجر وربي رنا فهم سيف موصولات قال شيء رضو بس وأنا علم ديني إن قيبيت قيبت لهم حرفي في اسمي حرفي في اسمي قال قيبيت حرفين ماتن حروفتي شن تاماتن وينقل آل شن حروفتي مصدري تاماتن إنه كل ميتين أن يو أن يو كي يو ما يو لو حروف تسون شنان حروف تماتا موصولة تماتا قال شوان سوران دوبتو واني ان راو دوبتو فجرات اسم موصول اسم موصول اماتا بابك انا ترى دوبت سون تماتا بابك انا حوي كان اماتا ران دوبت موصول ما انخر اسم موصول ما اسم موصولين اماتا وانا ماتا مفتقر الى صلة وعائد وانا ماتا را وانا ماتا فلا صلة فيو عائد صلة ماني أجت انقرض صلة برد بعد سلة عايد البرد صلة ماني صلة جملة يشبه الجملة جملة يلو يونو قرقرفون اسم الجملة الاسمية جملة الفعلية شبه الجملة لين باب كان وجن كجر أكسدي سدي ظرفي جار مجرورة يو صفة صريحة صرف صفة صريحة سون اسم اسم فاعل يو اسم مفعول أرسون باب كان أكسرني عايد اللي ماني عايد اللين دميرة ماتا والتيد موصولة فيو صلة ماتا والتيد سنين لده اسم موصول باب كان ويوجين إن خيبسم أكلم خيبسم نصي فيو مشترك نصينا ماتا اللفظة ماتا وانا ماتا بوساني في مالي وان دي بتستعمالو عندن دين كاكا ماتا الذي الذي اسم مفرد مذكرة الله بوسن وان دي بيستعماله ندل إيه كالي مشترك مشترك اللين لفظي توك تاتي واقسي يتستعماله ندل كاكا مثلا مني من مفرد مذكر استعماله ندل مفرد مؤنث استعماله ندل جمع مؤنث جمع مذكر سنشوف استعماله ندل مشترك ولين غلط سلا أكيد تتغير قرباسه ندل أكيد ماتن تجرب باسو عنديت وصلة عايدة ماتن صلة كيجر سواء ماتن قاعدة إثنين والذي يبين على ما تقع عليه موصولات هو الضمير الصلة سنين قرقر باسو عنديت وأنا كان أجني جمعي أما مذكري أما أجني مفرد أما جمعي أما أجني مؤنث أما مؤنثي أما إني مذكري قاعدة سنين قرقر باسو عنديت ضمير ماتن صلة سن كيجر بعد سنين لغبيه كتاب بعد خلاصة كتاب لغبيه إن شاء الله كتاب لغبيه بسم الله فصل أي هذا فصل مكامات قرقربة إن شاء الله أيدين جلع عربي إن شاء الله أرمى أيدين الرأي عربي اسم وصول أمات مفرد السلينتي مثلا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد مبتدا لله جار مجرور خبر الذي سليني لله مضاف الذي مضاف اليه صدقنا جمله ماتا سلاسني وعدنا صدقنا فعل ماضي فاعلي سلين جواز هو
ناس لهم ضمير، ضمير مفعول به، وعدل، وعدل مفعول الثاني، وعدا مضاف، هذا المضاف إليه، قد سمع، سمع لفعل ماضي، الله لفاعل القول مفعول به، التي لين مضاف إليه، قول مضاف، التي مضاف إليه، تجادلك جملة سلم فعل فاعل مفعول في زوجها لين جار مجرور تتعلق تجادل تجادل، واللذان مبتدأ يأتيانها لين جملة فعل فاعل مفعول رغب منكم لين حال رحاليا ألف التأنيث يأتيانها كيجرسون ربنا، ربنا حر منادى حرف النداء الراكو تغب. جزاك الله خيرا عبد القدس، خير الله سيو وحانك الله ربنا كتاب كباب أفعال المقاربة وحاودا بيا ننكا نو خلاصين دون أفعال المقاربة إن شاء الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ هو غيبي أفعال المقاربة سدح قسمي، قسمي لو دجي على قرب حصول الخبر، قسمي كلاسون لو دجي على رجاء الخبر، قسمي لو دجي صينا على شروع، أي شروع الاسم في الخبر، قسمي كواتا تنكو بلاونه أوه، قسمي لو دجي على قرب، على قرب حصول الخبر، خبرك دواشيسة سحسل تنجيزة وأفعال المقاربة وحاوي ست حروف وكاد يا كرباء يا أفصح يا أوشكا، يقسم سنلودج على رجاء الخبري وأفعال الرجاء إذن وسدح عسى يحرى يخلولق، قسمي كلاسولوجي ما وضع لدلالة على الشروع وأفعال الشروع، قسمي وفر بذي إلى شنة كأشي مد كواد وطفقاء يعالقاء يأنشاء يأخذ يجعل، شغو حكويري عفاش محي عمل فرايان عمل كهنا أو ترفع الاسم وتنسب الخبرها، حوجونا ولا جي كنا خبر كذا أفعال المغاربة خبر كذا أحكام جونا وليها، أهو رأس خبر كذا أهو رأس إنه نغه فعل اسمي حرف ماي هذا نقول نغه فعل كان مضارع ماضي أمر من غناه ونغه مؤخرا عنها إذا كدي مرأة وكسوهر مرأة أمر أحس مي أما رافعا للضمير، للضمير اسم، اسمها ضمير اسم كائن وغناء وجودنه مركز وحكى له حلو قيبين أخبر كذا أفرشي قيب أي واجب تاي إن أنا لا حريريو قيب واجب أي تاي أنا لا قدر تره يقيب أكثر أيتها إن لله أن لله حيري يقيب أكثر أيتها أن لله رتير الله جده قيب تأيتها يوجي وسه إن أن لله حيري حرا يخلو لقى ومن أفعال الرجاء كم بدها يوي قيب تأي واجب تأي لله رتير وأفعال الشروع شن تاضيبه قيب تأ أكثر كأيتها إن لله حيري أن عسى يا أوشكا عسى ومن أفعال الرجاء كم بدهيت يا أوشكا ومن أفعال المقاربة كم بدهيت وأكثر إن أنا لحريه خبر كذا وحكى له أكثر إيه خبر خبر كذا أنا لحريه خبر كذا أنا لقدرتر أكثر إيه تاي وكذا كريبة ومن أفعال المقاربة كم بدهين. جزاك الله خيرا أرضي قاس باب قاس شرحي لما مستوى كسو قذبني مستوى ذا أو دنباي سوعة مستوى أول بافيرين هنا يكن وحيس لايان إن شاء الله وقت هذا ما نايا مستوى أول كتاب كود أجرمي أو متن جاي بيسو آخر سنين
متنی شریحی سب عبد الله بلاو تفسنیه و بلاو ایجوان ولی مرکب الوان فیرین نایکن انشالله حاوی دینی نسواش کواد سؤال ماسکا راح تورینا الکلام كلامك اللغة نقولي هاي استلاح نقولي هاي استلاح حسان ربنا كلام حالنا نحولي كلام حقيقة أنا لو ماشي أجر من أسوك بالله يسوع مجتمع فيه قيود الأربع فهي اللفظ والمركب والمفيد بالوضع جاء محمد وش يا جاي كلام إلا إذا هذا مجتمع فيه قيود الأربعة أفر قيد وحكوا لنا صدق كلام ربنا نحولي كلام حقيقة أنا مثال كيسين ورعي سواء عربي يا سواء قرآن علامات الفعل حكمت وشيخ وشيخي قد يسين يسوف تو تانيث افعاش سدح بيوقع بسنتا وحاربنا ماليك على قلان غف شيخو قد يقشا وعلامه النقطة سين يسوف علامه النقطان او لوغرتا تو تانيث علامه النقطة او لوغرتا قد دورتا يدو حيقشا قد دو حيقشا لو فعل فعل كمضارع يفعل كماضي ويسلو ذان سينك يسوف ذان ويسلو ذان محق شايدنا فعلكم مضارع كله سلموا ذاوان فعلكم مضارع كو اختصاصا تاو تانيس كان فعلكم مضارع فعلكم ماضي بس كو خاصنت فعلكم ماضي قد ما كي قليسو لو شي اي فايدة حرف قد ما كي حرف تحقيق يا حرف تغريب ما كي قليسو فعلكم مضارع سدح شايدنا هو تحقيق يتقليل يتكثير سين يصوفة مكايك أنا فعل كمضارع يقلان استقبال أي فايدنان تنفيس أو استقباله سينك مكلا سي فيريو سينك سي استقبال كي سوى واحده صوفة مكلا فيرينا استقبال كي أدنا وحفك استقبال ديروي تاو التانيس كان عيدنا حكو خصاصا تاي فعل كمادي وقدال ايه كلا حرس انتا سيداو كلا قالت عائشة جزاك الله خيرا هاي سورة قرآن كمدي انواع عرابي سورة حوصي سورة الفلق اما سورة الناس اما سورة اناعضين سورة الكوثر بعوير ايه سورة الكوثر إن حرف التوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر ناء المدغبة ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم الناء أعضينا أعضي فعل ماضي مبني على السكون للاتصال بضمير رفع متحرك ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل أعضيناك في محل نصب مفعول به أول الكوثر مفعول ثاني منصوب علامة نصب فتح ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعولين في محل رفع خبر إن فصلي فعل أمر مبني على حذف عرف علة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لربك اللام حرف جر ربي اسم مجرور بلام وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بصلي ربي مضاف والكاف ربي مضاف كاف كان مضاف إليه وانحر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت إن حرف التوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر شانئ اسم إن منصوب بإن وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره إن شانئك والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ الأبتر خبر المبتدأ مرفوع بال مبتدأ وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر إن لبسؤال أضم بيان سؤال إن أعضينا أعضي حير فعل ماضي مبني على السكون فعل كماضي كرمي السكون لبنية حالات بولية كرمي السكون لبنية سكون حالو بنية مركو ضمير رفع المتحرك لحرسه نافعل تافعل النسوة فعل كماضي وحالو بنية السكون مركو ضمير رفع متحرك لحر سيدو ضمير رفع متحرك نحير واسدح نا فاعل ضربنا تا فاعل ضربتو ينونو نسوا سيدا ضربنا ايه سؤال شو قدام بيسو
باب معرفة علامات الإعراب. باب كاس وحنا لبا الريموت بقى الله يا لبا الريموت محيين مركات شكت وحيين وسيفة فاهين باب علامة الإعراب بقى الله لو شيء هاي معربات علامة الإعراب معربات وسديت هلوقي بيا الله أسماء أفعال أسماء واللح أفعاشنا والله وفعل مضارع أفعال خمسة واي أسماء ذنو محاي اسم مفرد جمع تكسير جمع مان السالم مثنى يجمع ذكر سالم علامات الإعراب وأفر التوان أفر رفعه أو أفره يو نصبه أو شنه سكون أو كسره أو لو أو صدحه يسكون أو لوه جسمه أو لوه نحرمنا أرضي نوفا فاي نونا شيغا زكاة الإبل جيل السكديسة لأن حوالا سكبال مجوان ترى ومال بجوان زكاة اللي قاوي أرضي نوشي أرمنا جيل نصاب حكو غارة شن ملكو غارة شاتون باكا بحي طوان ملكو غارة شاتان باكا بحي مركو جيل شن غارة هرري باكا بحي نفاريا مركو توان غارة لو نفار باكا بحي شن توان ملكو غارة سدح نفار باكا بحي لو تمركو غارة أفر نفار باكا بحي مركو لو تشن غارة بنتو مخاض باكا بحي مركو غارة صدن إليح مركو غارة بنت لبون آكا بحي أفرت إليح مركو غارنا حقتون آكا بحي لحظن إيكو مركو غارو جدع آكا بحي تدواتن إليح مركو غارنا بنت لبون آكا بحي مركو بنتا لبون سياشن إيكو مركو سياشن إيكو مركو غارنا حقا بحي حقتان حقتان مركو غارو بقول لاتن إيكو مركو غارو ثلاثة بنتا لبون آكا بحي مركو انت او كرو او دافو وحاقيمين افرطن والب انت كبحي ايو كنتن والب افرطن والب محا كبحي حق حقتون ايو كبحي بنت لبون ايو كبحي كنتن والب انا حق بنت لبون كنتن والب انا حق بحي حقتان حقتون سواش اللي واضحوي اركان البيع يا قادنا ايا اردو اركان البيع قاتو مرنا اجمال بان رنانو سمي ايضو اجمالي مرة تفصيله كده يا قادني دون سواق من حين قنصدح عاقدان مقعود علي سيغة هدم فان عاقدان لو كسب بحي باعي مشترك مقعود علي وعكسب بحي ثمني مبيع سيغة وعكسب بحي جابي قبول حرمنا أرضي وضبية أرضي كتابك بالله كفسره كتابك أبو شجاع هذا مرينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار بعد. قال المصنف أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الإصفهاني عليه رحمة الله فصل والحجر على ستة شيخ الحجر والحجر شريطانك على ستة لحكر كذا هاتي الصبي عنو يراء والمجنون كي والا يوسفيه الضبالك المبذر ددادنا يي لمالي حوله يو المفلس مفلسك الذي مفلس كاسو ارتكبه اكرتي الديون دمه اكره يو المريض كي حنوصنا كاسو المخوف لغا عبسنا عليه كركيزة فيما شيء بالغ شرايا شيء ازو زاد زيادة على الثلث ثلث كزيادة والعبد أضانك نوال شري الذي أضان كاسو لم يؤذن الله إذمن له أصيع الله إذمن أضانك في التجارة جنعسي الله إدمن شيخ الحويري شريطانك لحكر كوضي أهاتي لحظة سنة وحلو قيبين الوقو قبل وشرعي لمصلحة أنفسهم يقبل وشرعي لمصلحة غيرهم
قيبتنا وشرايو لمصلحة أنفسهم وسدح وأنا الصبي يا مجنونك يا سفيهو قيبنا وحال شري لمصلحة غيرهم ومفلسك ولا شرايو لحق الورماء يا نينك مريضك ها ولا شرايو لحق الوارث يا أضانك ولا شرايو لحق السيد شق حير وتصرف الصبي عن يرى تصرف كيسه يو المجنون كي ولا يوسى فيه كي دبالك غير الصحيح مد ان بناني وي او ان سخيني تصرف كوده وتصرف المفلس نك مفلس كتصرف كيسه يصح وان صح في ذمتي ذمتي سيكون صحي دون اعيان ماله مالك سعين تومي يعني شيخ الحولي هاي نينك مفلس كها هدي لشرة كدب هدان الدين وحقوقاته حولي هاي دين تيس وحيهاني قر تيس مويه حولي يسا لغم بحنا يو وتصرف المريض كي حانوصنا تصرف كيسا فيما وحقوق تصرفه زاد كبرا على الثلث ثلث كبرا موقوف ومد لغيستاي على إجازة الوارثة ورثة بنانشه ذا لو استاي من بعد إقواشي سهاتي شاقو حولي ننك مريض كي حانو صنع إلا الشري وحال لي هي هدي تصرف كيسا وكبت وحثلث كبضا وحال لو يدينا يا دادكي دحلين مثلا هدي حولي سهيين لحبة قلقون وحالا أقول يهينو استعماله لو بغلقون هدي ما راح صدح بقول لك دكتور وحلو يدنا وادتك دحلينا سيف أو حلو يا أبينا قال مكتين إنه حاله كتصرفه هدي روان هران أنتم نارا وحسد قيسم ويا حران لوسو عليه ولا لوسو عليه والله هديك هدي بنانيا نوديار شغل حيل وتصرف العبد أدونك تصرف كيسه يكون وحوهايا في ذمته قرتيس أيوهاني يتبع على الراعيني أضانكي يتبع على الراعيني به أضانك على الراعيني بعد عتقه مركو حروه كدب يعني وحولي ننك أضانك يتبع على الراعيني به أضانك بعد عتقه مركو حروه كدب ننك أضانك إلى شري هدي وحقوقات الدين حلنا الدين تاني نينك السيد كاوي كامان بحينا يو اي نينك المركو حورو وكدب اي دين تلوصين جزاكم الله خيرا الاسئلة دي انتاسي نقول لماتي يو عرضيكي علماء دينا في النداء شيخين شاع عبد الرحمن موادي انتا كلمة هين وماش علم تشرعي فنون تورن بعلو يالو بارتا وحاكمي دي وحيين كي وحاكمي دي وماش لو بارتا ووه الرئيان تفسير القرآن كريم كي حديث النبي عليه السلام وحيالا فربما ماشا لغو بارتها حديث كي يوحي الرعسانة فقه يوحي الرعسانة وصول كيسي كل ماشا لغو بارتها لكن انت ما مهدك بحوائنا بسوما مركا ايه كان وقت كاين ايه اوباهانا يان مركا هدو عمكو سود ويني الشيخ محمد عبد الله انو اصغن وكلمة ويله ان شاء الله بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من النبي بعده اما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا ماتسكاله ardigi iyo bandhigi aan soo bandhigaynay ee waxa weeyaan in tusaalaha ka rabnay noo dhamaaday meeshan ama xaruntan wa xarun cilmi macahadkan wa macahad la yiraahdo macahad taahil culama macahad waxa weey magaciisa weyn oo ardada ay ka warqabaan oo culayskiisa iska leh marka فنون كل الدوام بالو برتا هذا مركا مانتا أو نصف سنة نحو عرض سمينيني لو فني أو فقه جاي نحو دوم بواحد كسو عرضني هذه اللي بده هو صدق هذا وش جاي شغموس وش جاي هلا صوب بندقه وحلا آخر سنة يوم دم بواحوي أنا وقت دير بقعد أنا يسا لكن إيه يربان ما رت حلو والبا بيان صوب بندقه هنا مركا خير الله سيو دم مان أردوا سفي عمي مارت سؤاله ذا وجوابه هين سفي عمي مارت وصوبان دقان استعدادكو ذا إيه رغبادو ذا ويسر ريسي
إلهي سبحانه وتعالى أن أمهد علينا كدب وحان أمهد علينا شيخنا شيخ عبد الرحمن حفظه الله وأنا قدام بوحاويان إرددي سعان هاي إذن كان وحاويان أوو إذن هاي وأنا ومارتي أنا أردد أوهان عن معلمين إذن هاي أساقنا هادنا وحاويان شيخ وإذن هاي وكتبتي أغني أخرنا يو وحاوي الله حفظه خير الله سيو علمي وحو بركة كلية هاي إن لا إحلابنا رقع الصب هادا نوصة بيري وحاد أغاتان إنو إذن كهر ريو رقع مانتا سنة ثالثة مرة يعني وحي فلنقين هايين أو فقه أما النحو أما الصرف وقال الله كجيرو يسوي بحين هايين ويسوي عردين هايين وحا إذن يوهر ريان أغادة ماشان معها ميل معركتا يلسكجوك جوغي إن بضان نوان شاقنا حرونتن ننكي آن معركة وحا فلنقين كرين أو علمي سمي جيسا وسن كجيرين وحا ويان ننكا سدي نن ميل أجيدو معها وحبرشادي ويتا الله معلمين تي وي دادال هيان معلم والله دي عيسو معلتي وكا دادال هيا ماركو حالا ربا ان ان دادالك ان سيل اللابنو او هميغا يقايا دا ان معركتي توغنينو ان دمان تينا ان ان حقي جنو ان كتبينو وحاويان اي نغاقو اناتو يا معركتي لو باهي هاي او ان نقنو دادك علميغا حملتو العلميغا معركتي نقن لها علميغا شرعيغا ايو ماشم وحا لو هلي وحان انا انا هيلين أردنا وأمشى إن بدنا يمشي نلاقيه له. معايا أنت صوفني أو جمع السم أو هل مال أتكق هذاني هل مال أي هل صعبة يا أتكق هذاني سوى حلم هيرجرين وأتقارن إنسان فني حديث بعمل لقب اللعبة واللغين وأنت صوف معرض حديث كذي بعد مال كهري فقه بعد مال كسهري نحو ذي مال بعض ضارني صرف مال بعض ضارني إن حرون لو كانوا أنت صوفني أو كل الدول وحنا هاد عن كان طوي أردنا وأمشى وحين اللي هي الكريم وي لكن وحاوي روب كان دي يبرواقا بس كقارب بابا مارت وقبام بوحا وحجيري جيري انو يهي اوبا مارت اللي العيار واركام مارك مرد بهذا الكنان ديريو عن مارت كفا ايدي سنو دات كالدنبانا وحا ايدن كون ريا مصيرا داس ايو مارت فهن كاس ايا مارت ايلو يا ايدن كون ريسا ماشان انا اجيدد عن كلين هاي وحا كميد اه ارديقا انو وحبرتو وحين اوكو عمل فلو اونا جارسيو علمي يا عمل يا دعوة إنه برتق كعمل فلو أو حاوي جرسيوي إن أضوح أنت أسكبر توماش أسد محاضرة هان أضم أرته وحي أن لياسو سارين أو وحي أضم أرته سو بنديين أو وحي أضبرته مدى فهمك فهم كذا هرك وجرسي سيهاي أن لد حنين أنا كمد مع هدفتين كمد مع أرضي جوانو يهاي قف متقن أو وحي أوبرتي السوي أو هدنا الصوع عرضين كرو أو ضدك أوبرني كرو وينو يهي وقال قد قد وانا ليس الجاري إلا أجيدة دا أو حقيقيو ننكي معارتة محاضروين يا مالها سيا معارتة كتوبة الاسكت لغي سنهايو مالها دو أوتقي لكن أنا أهدافتين وحكمي دا قفك إنو وحي أو لو أخريي أو فهمي أو هدنا وحاوي وحي أو صوع عرضين كرو مركين تاسان وبحيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الله بركيه نانا كودن باسيغان الشيخ نويهي كلمة داس كاباني نانفع ضي إلهي سبحانه وتعالى كاجر سيو أنا كان الله نوانفعو وعنا دا الشيخ نان نغيسنين إن شاء الله ومكرفونا كوري جنين الشيخ نانا دوكتيين إنه كاقوان تهيو هدف كيسي ويهي إنه ماشن إكسا بحان دات حمبارو شريعة حمبارو وعلماء خليف كان نغضان إنه كسب عن ماشم بوشيخ يومر والبو هم بيجي سيوي هاي إلهي سبحانه وتعالى هأورهم مايو هدف كاس إيه النية أولي هاي إلهي هأورهم مايو أسوأ عجزين مالي والبو ماشم يوفر ياه ومالي والبو ما عشر منكو قالوا كتاب وقالوا وكبوا حدانك وقالوا قلي وغارتين مالي ونجبنا أنك وانا رقني قف والبو إماضو وعلم كتب مايو مجالي إماضاني وصوق على ماشم وكينا سي دات كان أودي رجليو أو أي وقفة ديستان علمي وقفة ديستان مارك الشيخة وحان هورتا اسكدر دار بينا هورتين ندعينا ماركو هوري قف والبو علمي يا شيخة اتكا قادنا يسو إيا جهد ياس أبي وكوه بحنا يودعيه إن إلهي سبحانه وتعالى علمي يسا نافع كدوا عمري يسا وبرك هيو أردي فيس انتن كل انتن كلي معها وعلا قاف الحي كوانا وحان رجينينا كوانا وبدا ما قاف الحان إن إلهي كدوا سبحانه وتعالى
مركزان كسو ودجين الشيخة فليتفضل الشيخ جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أدبان نفرح صنعي نحن كفرح صنعي نعمدا إلهي ونسيي نعمدا إلهي ونسيي قيمها بضان يفضل إلهي ونسيي يا رحمة إلهي ونسيي بان كفرح صنعي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون وحمانتا لكل مياه إلا أروريا أدون إيو مشغول كيساء وكا خير بضان بإلهي نسيي وكفي عن وكفضل بضان مركورت إلهي أنكو حمدين أنكو شكرين لأن شكرك على نعمتي هوري لهيستين وألوها وألوح جستاه نعمة كرنا إلهي وكو زيادية لئن شكرتم لا زيدنكم مركا قيد النعمة إن نعمتي قعنت هذا يكون جرتوني كافة كنن لأنه نعمة بل بيفكتها وإلهي نواكب من قرج النبي عليه السلام وزوال نعمتك إلهي وحن كان من قرج نعمة هذه يغزوش مرة دي وي اسكن نسقانتا مرة انت موين ان كلا لوغو ما درايو مركا اناد كو شكري سر ربي با واحد كويري ان نعمدي باقي كو نقطه كو ان ربي اكوسي زياده كو كرديو وح ربي كو كرديو نعمانا وحا اوغو وين علمي نافعه وهلك نعمه اي الهي النبي سا او امري انو كطلبو زياده وقل ربي زدني علما لما دين إلهي ومدحنما إي زيادي أما مال أما عرور أما كذا ده وحا كريئة اللي يري الزيادة إلهي كبر نبي محمد أصوه نبي محمد أو معلن كيس وجبريل يهي أو رب العالمين ووحي كيس كزو دتشيو أيها دانو حالي وحاضه هذا ربيو إي زيادي علمي مركا هداي جيرتو وح كفي عن أما اللمدة نبي إي زيادي بالا ديه لها ده وإلهي كبر بالا ديه لها مركا ورتاد وغادة هذا النعمة هي سطه أو النعمة هي سطه هذا قرنين وأنا سير دره ووحك لأنها أتابعيس مركز النعمة إلهي نسيي إساق كوا بريسني إلهي ونسيي نمكنيي إن هلك نسقو إيماني إلهي أنكم هذين سبحانه وتعالى أمد كوبات مد الله بات نعمة داس الله أنكو نعمة أنكو شكرنا إنه وحوص صوبنا وقد جاي قعان يعرب يمسكح ضد معلمينا أو علماء أو مخلصين أو داعدة أي إله هذا نقعد نوجري محيار معلم وحيقانة أن داعد وهن شقديسي أن داعد وهن أرددسي أن داعد يخلص وهن وحدتك برايو أو ربي سبحانه وتعالى أجري الثوابات كجهشد ورثة الأنبياء أصابحانه قلبي زي كجر حوله ما برناي مركا أنت ير إخلاصك يدع عن مذاه قلبي هذا جري وكجريسه مالك وحاكم وقت ميشان راد كمين رادتك إخلاص كيداعا نماذا إن أن أرقنو متن الأجرومية قف برانايا وشان بلوت بسبا علمي قبب بالله وشان بلوت قدود إنو فصير آيات قرآن يا سورة قرآن وإعراب أيو إعراب أيو إن أد عامل كفاهن تسيقود أي وقت قاطة إن أد إعرابته وأد كلمة كلمة أسيسو معناه عربي هاي لهيت أسيسو وحاول نحو هذا برشدة هذا مراحشة يستجي هذا دمبي كجرته كو لقمة دي راد براتو معناها اللوجيه دي ماشي أسعوة أد فهنتو جملة دي أد فهنتو إعرابتي أد سيقود أفهنتو هي كلمة آخر كيدي تغير كقول دعايا عامل كي معمول كي أفهنتو كدب دي أد رب دي سميسو إعرابتي قشاسي تفصيلة ومسالة دمبي هيت إن ما أنت شنب لفصيرة يا سورة قرآن وليبا تفصيل إعراب لا إعراب إعراب وليبا مفصلة هو أنا هين سد دلمرة أنا هين يا جمل كي استرسى راو دان بهدان الاسكوسي إعراب أيو رونتي أرنتاسي فرح بي إجريسي هاد بانا وفرح رونتي رقي كالي سنة ثانية يقول ماشي يسي قراء عيان يسي سعودان يفقي قوذي ينحو ذوذي يفهم كوذي شريعة يماشي أيونا فافاين كقارين سنة ثالثة يا ماشي أيون أي جارين علمي وذا إنه جاري هير قنجر يا فقه هذين نقطة هذين نحو نقطة هذين صرف نقطة بقى علمتي كلا الله صوب عندي أنا سيدو كريكويين مركا وإلهي مهدي مركا عنكوا شكرين أنا مركا لبات علم داس وحنا برتاي ما وقف كلي لو أماني كرو أما قف كلي وأود أولي هاي أما قف كلي ماها وتجرم إنسان
علمي قاس دتك أنا بري يدتك إني دلالي يدتك إني سو جرسي ماشان إلهي مركي سبحانه وتعالى توفيق ذي سي وفتشين ذي سلقات تقوى علماء ذي ناويان مركا الدعاية كشكرية احترام وقدرية كنتي مركا أن أركو بندقان وكالي يدد كان لن يرضى وحي سو بندقين آد يآد بأنو فرحا أنا ومركو الإسير قدائي ولا وكور محين نقون دوانان أو قاركوض حوو قلبي يكو يرهايو ولا وركن سيان لحنا كوهايو مركي وحان وكالي سو بحان كي كان لو اسكعفي يا كوه كان لو اسكعفي لأنه قوم لا يشقى جليسهم النبي عليه الصلاة والسلام وقوم ذلك حلقة فردية انتو ضفي عمبا انتي كالأشفي عيسى وحان رجينا يا انتي قابين يركو جرتو اين اي دادالان واي عرقتان صبارو حيتري لكالبذي أردنا معها هذا ميال أردا يا مو أردا جرتو يا حيقتان صبارك الله فردية ها وعيالك الله فردية دال لكالبذينا يا لكالبذي أردنا معها صبارك ما وما صبارك ردوي مركا دي هده واحد ايدي مالها ها كرسي واد كفر دي ذا فردي واد فردي ذا اللهم صلى الله عليه وسلم ماشي واد فردي ذا معلن كيس كسيبو ينقود دارا يا فرصد دي او كان هيستا انو وان هيستا كريا محا فرق ينيد حيو يهي كان واد داري او جهد ايا دلال ايا نياد وناك ايا ماشي او قدن بيسا ايا محبية جعل بو ليمد كان وحلقة يا باينا سيوا لعلنا يا وراح أكو عيار ورسائل ورقاق جوجي ورديسو ورقصر كذا وواحد سلاس الوهاي ما أنتوا العريس كيس الوهاي مركا قف والبو عقلي بعض الله هاي دلالك هرو سيوات دلالك هرو سيوات إن شاء الله تعالى ما إيش هذا مركا عن تكسني إنه الحمد لله ذكر قار هذا والف عم بيدو مريان ودوين أنت كلام وارتا بالله في عن نصف السنة حتى لما جارين شان بلوط بمرينا إن ما أنت هلك مريان فرح وين ويرنتي وحنقول برينا يا دلالك هو الوضع أفضل بوا واحد آخر سنة يس السوق وحنوها شعار كنا محوها أنا جم حاط صارق مح هل هيس نوعها علامة نوعها متقنا محوها يا قال هي الإتقان محوها الإتقان إتقان وحوي السوق التان يتيو وحن قبنا إن السوق إنه أنت تبرت هنا بشر بناي يا الله ربنا سامع ما جزاك الله خيرا عرض جواكي كوبات رجع سنة أولى ده كل صبتها يا هذا حقوق الله برا يا قابك سؤالها يا عرض يا بندق إيو يا الله برا وحصوص صعدة العرض الأكبر ها بندق وين بحصوص صعدة وبش الشعبان شعبان معاك هريبة شاب بلاد مياه يا كهاد شاب بلاد كذب يا ما قاري يا أفر بلاد بكر شعبان لقى هريبة أفر بلاد كذب وحلقة يا بقينا وما هذا عرض وين علماء يعني ووريد بائماتها زوار باتيماد وفود باتيماد واردين بائماد مركزا خلقي ولا مشى سكو إيمان هل كاسا كلي مركز ما أنت صاحب صوص عتبه ورمنا إذا مخراتي ونقطه علماء داس مخراتي ونقطان ذلك أدب حسين هي مشى أدب حجارسي حسين سنة والبنا سنة كذا ما ينقصي قرح سنة هذا يا ربنا مركز سودا وهذا الله ينبركيه فصح يربد جريسان فصح وحلاوة ترى جريم ونوع بريج وكلا وبرف فصح وينابا صوص صعده وإيمان دون إن شاء الله كان وحوي وحوي أن هو يكية واردين تي قرابة دي صوير صل سلامة معناه دون معها هدا وحكو جرتين ميل دجن وحسلون ومحل علمية ومحل عبادة ومحل التوجيه والتوعية هدا ما كان إرث كعب عضان مجتمع يوم بدو جريسان قالات يأرك دون تان مسلم قريبا أو قل سياسي عدو تيجي دون تان كفي عم بدأرك دون تان مرك إذن ك وحال ربعنا استيرنك اينا قعنتي نكبح الاستيرنك يا وبرشدي يا تعليمتي يا تربيتي سيدي سينا او هيستا بالا ربا مساجدي يا جماعتي سيدي انا اوسي دلاشا مال ربا ادبتي يا اخلاق انت نغو بورناي سيدي اي كبدان انا سميسان بالا ربا ان قدوه يا دياشا نقوتان او مساجدك اتكتان لغا غرتو قف كان اسغا انو ميل وناسن او تربيه او كسوبخاي صفك ورادو كنتو كاري ادو سنتي سي توكناي انت فرض كلا غارين أضو مكي صلاة لغا بحي ماشي كهرائي أو أذكارتي أخر سنة أضو إري في عن إيه هذا المناسان مكاسو بحي أضو لن يرادي كل متكيد وعي قرين أو تشكير أو أشيغ أضو والد كي بارين مؤون كوا قون جرين أو تيهور كفي عن وكوار كاية خدمة وناكسن إيه السلام وناكسن إيه إري محوها هذا الوناكسن وحا لو جيدنا انتا سيهد علمي قوحوها إن لو عمل فلو أيوها مليه سيئ فائدة هذا أديك يوم شرعي أتصنع قطع كبر أديك شرعي أن سرعة هاد
كي ما أرتسي سياها رجع توري جري أما هذا جري ما أفهم كل هذا جري هل كي ردوا صلاة ردوا حالي لي ليه بلاط وأنا خسرت نين قام حسوا هاي أبغى كسر دري لما رب ساعين نقط مركا ينكو ونعكسن الرسالة هي مسج في عن بحيي وتلفونا ينقول صدع عنه حنا وتلفونا صدع دون ولا به تلفونا صدع دون قاربا وحلا بين دهان ما إن شاء الله ودينك وحنوي ما في عن معلومها غريئة هذه بس خش أنت مرة منه وحنا ربنا طبعاً كبري أو وحبك كنس قانسين صلاة دي الوجود ذالي جماعة الوجود ذالي تربية ذو في عن وحبك كنس قامن طبعاً كبري بقى أو في عامك إن صار ما تم إن شاء الله وردة صلاة دي كفي عن أمي عن صلاة دي أوقع وصلاة دي أتوسط كوين جري أسباب إنه توزيع صلاة دي يا المي مركا هو حسق ما عنده هذا الجزء عن الجري هي هو يا مرحبا بوني والما في عم بعد نو كنتين المن وعدينا يا نو كنتين أنا دهان بالربا والدك ما فهمتين مركا قرر وصاح وحولنا صاح الله نحن المي محقو داعي ها وحيد بابا كسي فكذي ما بقى خسرنا هردو مكبي حلايا هردو مكبي حلايا هاي يا قارب عيل وقبة صمة يا قارب هردو عيل وقبة أو صوتوس يا كعية حفيز قال كي على جاحرة هالك قاع رسيه وح قارب عيل يا الإله هردو مر يا كان سياق السيا يا ملا كعيارته سواء قارس ملا يا إن شاء الله إذا كم جرتان مركب حارم إذا كم قيمة له وشرف له أيادنا قلت جيسان إذا كم قيمة له وشرف له صون نقطة مدة غير فسح وقاضنا فسح معها ومدير السلام إذا صو سلام إنسان مراجعة عشر ذي ننا سو مراجعة إنسان عشر كيو مراجعة هل كتاعن وأنا سو إنسان حبك النص قامن أنا سيس سكتان مبين وقت جرى وأنا لقد داعين تاريخ واندي قرية وأكيد وانتان قامين كجتة وقت جي لو ترجل لأن كتبت الآخرنا منهج بكسعتها هي مدة كسعتها مدة ذي اللي كتب بعضه وحيكاني إنه عشر كتاب إذا ما هو أيك إيمانس شعبان وحرمنا إنه منهج قاعد وترجل قرب ما هذا إن شعبان لقرا الربا هو رمضان كيف صح دير وعبادة وتراويح وتهجدة لقلو ويدي كون فرح سنة بحضان مرك إن شاء الله تعالى دردارا كي ما فهمت مزمين فهمين ما قارت مزمين قاضان الله ينبرك لنا الدعاء نوك بيننا إلى يوم كبر ينا بأسماء الحسنى والصفات العلى إنه علم النوارد علم النافعة قلبك إنه إنه هجاجيو نفتي إنه يشرت إذا نقم جنجريو نقم بداديو إلهي سبحانه وتعالى مستقبل كي مستقبل بركة سر كدقو إلهي سبحانه وتعالى عافمات يا عمر غير يا واسعة أن كل عبادة سنة إلهي إنه نصيه واردين تين إلهي إنه حليستو دم جودنا دافو مراد كين إلهي سهره مسلمين تي وحنا برتاي إلى الرسول كين صلى الله عليه وسلم علم جاس إيش وحاء أمرنا إن ثوابك ذي أجر كذي إلهي لجارسيه إنه إلهي سبحانه وتعالى درجات كذا كرو قاضه يا إلهي كبر ينا سبحانه وتعالى أدوا ما سنتين ما أنت تحويان واسكت ما شاء الله سان وحاجير جونا قرديني ما جير دون القرد الداخلية القرد كلنا نقول ما مش أقرب بس القرد سؤال دونا إن شاء الله وحب الركة دبيان إن شاء الله فصيح بعنا بالله من دونا سود وهذا مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الوهاب إنه حضر الربي وكذا هاي مركا هذا الكيس أنا جا قاضني شيخ محمد أنا جا سكان لذا البدن بكون بحية مركز كان وإشرافك هي قرآنك هي توجيهها هي كورهينتها iyo sida uu markaska mar walba salaada subax iyo ardada ugu dhex jiro aad baan ugu shukriyeynaa ayaga hadayna ahayn macallimiinta iyo maamulkaas iyo mas'uuliyiinta runtii hadayna ahayn bacd Allah quruuxdan iyo dadaalkan ma imaadeen marka u duceeya dhamaan wixii ajiseen ajiska Allah ka qaado arurtooda Allah u barakeeyo aad baan masantiin qaybti kala iyadana sidana kala ardina sugeyso noo fadhida marka idin waqti hore oo aroor aad heshay oo fresh ah ayaga sadana aadeyna u soconaa anaga raali hada si degan واستعال يسمح بقى وقلبه ولما كل ما يستمانتا برينا إن شاء الله تعالى ترتيبات كيني والقريدونا يتوصيات كيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.